السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة الحمد لله بدأنا نسلم الحمام اللحم. النهاردة السبت، إحنا كنا عاملين فيديو البيع يوم الأربعاء، انتظرنا لحد ما الناس اللي هي كانت طالبة حمام نعطيهم فرصة. النهاردة السبت ده آخر فرصة طبعا للناس ديت، لأن أنا بعت لمعظم الناس اللي هي كانت طالبة حمام اللي عايز كلمني، وطبعا في ناس بتكون صرفت نظر، في ناس دفعت حولت عشان يعني الناس الجدة حولت على فودافون كاش، وفي ناس شحنا لهم الحمام، وفي ناس طلبت الحمام وقالوا حجز لنا كذا وكذا، طبعا قالوا هنحول سعر الحمام بكرة اللي هو على النهاردة السبت، وما يعني اللي لسه ما حولش فهنعتبر ان هو ما قالناش حاجة. لكن هو مش ده موضوعنا، موضوعنا اللي هو ان احنا سلمنا الحمام لاول واحدة اللي هي الست ام عبد الرحمن من القاهرة، سلمناها القصر رقم 13 اللي هو كان في المكان ده. طبعا الذكر ده، الذكر الرومي ده اللي هو كان اخد النتاية اللي هي برضو اللي هي خدتها ام عبد الرحمن اللي هي كانت رقم 5 كانت في المكان ده، تمام. وبعدين انا جوزته ذكر تاني من نفس المكان، فهو الذكر ده اللي كان اخد النتاية. فالذكر ده شاطر ما شاء الله، لقى عروسة جديدة هوت. احنا خدنا النتاية التانية لان مستواها كان عاجبنا، ده مستواها برضو هو بينقي اللي يليق بيه، هو حجمه محترم، فبصراحة هو يزين مختار يعني. لسه طبعا بيعششه، هو خد العش ده ما صدق ان هو لقى الباب ده فاضي، فاخد النتاية ودخلهم المكان ده. فالفكرة ان هو انا عندي الحمام الشباب زي ما انت شايف، وفي حمام بيستنى بس العيون عشان ياخدها، الحمام اللي هو السايب ده. المهم ان احنا بنعرف الناس اللي هي كانت حاجزة وما دفعتش ان احنا نبيع الحمام للناس اللي احنا ناس كانت طالبة برضو، واحنا قلنا لهم الحمام اتباع، فهنعتبر ان اللي هو ما حولش فلوس ان هو ما اشتراش او ان هو رجع في كلامه، وهنبدأ نبيع للناس اللي هي كانت طالبة وقلنا لهم انتظروا. احنا دلوقتي هنسيب لكم جزء من اللي انا صورته لام عبد الرحمن اللي هي وانا بسلم لها الحمام وبشحنه في الكرتونة، طريقة فتح الكرتونة ازاي وطريقة تسليم الحمام عن طريق فيديو عملناه لها ازاي عشان سلمناها الحمام بكل امانة، وازاي ان انا نقلت الزغاليل، كان هنا زغاليل الصبح مع القص، وازاي انا وحطيتهم تحت قص كان فائز في نفس النهاردة برضو، لكن هو مش نفس العمر، لكن هنراعيه برضو ونشوفه عامل ازاي. طيب هسيب لك دلوقتي جزء من تسليم الحمام اختنا ام عبد الرحمن. دول رقم 5 ام عبد الرحمن هم، بسم الله ما شاء الله. هعلم لك العلامة اللي هي الحمرة دي، خلي الاثنين يبقوا بعلامة زرقاء، تمام، عشان تعرفي تطلعيهم. يبقى دول هعلمهم بعلامة زرقاء، ورقم 13 هعملهم بالعلامة الحمراء، ماشي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. اول حد هنسلمه ام عبد الرحمن، لان ام عبد الرحمن بتستننا من زمان، يمكن بقالي كم عبد الرحمن حوالي 6 شهور ولا 5 حاجه زي كده يعني، مش فاكر بالظبط يعني. كتر خيرك، كتر خيرك ان انت انتظرتينا المده دي كلها. دي ما تعلمهم العلامه واضحه اهي، واضح ان الذكر كان متعلم بعلامه حمراء قبل كده وفوقها الازرق يعني. القص التاني اهو ام عبد الرحمن رقم 13 اهم، بسم الله ما شاء الله، اهم علمتهم من راسهم برضو بس بالعلامه الحمراء عشان تعرفي تطلعي دول من دول، تمام. ده افتكر وانا بصور الفيديو كان بيض، حاول بقى يعني ايه ننقلهم، ربنا يعيننا ونلاقي لهم حاجه ننقلهم تحتها. اهم يا عم عبد الرحمن، بسم الله ما شاء الله، الزغاليل متلبنه كويس، ده اللي يهمنا.
التاني. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اهو طاجن لسه نضيف، يعني هم فاقسين كل امبارح. تمام، عندي هنا القص ده مطلع حلول اهو، والبيضه الثانيه نقره بتطلع قريب، يعني هتطلع يمكن النهارده. مفيش عندي حاجه مناسبه ان انا احط معاها الزغلولين دول اللي هم فاقسين امبارح، غير هو ده طبعا هحطهم واتابعهم. يعني ايه مضطر، يعني ما ينفعش يسافرهم، لو ينفع يسافرهم، لان الحمام اللي انا شحنه ده رايح القاهره، لو حد جنبي ممكن اديله الزغلول دي. ان شاء الله انهم يؤكلوهم. دول الزغلولين اللي هم كانوا فاقسين تحت القص اللي خدته ام عبد الرحمن، اللي هو القص رقم 13. دول انا لقيت الزغلول دي فاقسه النهارده، كان فيهم بيضه ما فاقستش، دلوقتي فاقست، لكن دول طبعا سابقين بيوم. شفت اليوم بيفرق قد ايه يا جماعه؟ ده يوم بس، يوم واحد. لكن هشيل دول طبعا عشان دول ما يموتوش، لان لو سبتهم معاهم في فرق. هسيب دول بقى الاهالي اكلوهم، وهحط دول هنا ساعتين بس، الاهالي دي تدفيهم، ده القص ده زاجل، هسيبهم الاهالي دي تدفيهم بس عشان ياخدوا الدفى بس، مش عايز اكتر من كده، لمدة ساعتين او ثلاث ساعات ولا حاجة. طبعا هيجوعهم مش هياكلهم، لان برضو الكبار هم اللي هياكلهم، لو اكلهم خير، لكن لو ما اكلهمش هنرجعهم تاني هنا برضو ياكلهم، وبعد كده اشيلهم. لو مجرد ما احطهم لدول هم اللي هياكلهم، مش الصغيرين دول، فبرضو مش ايه مش هخليهم مع دول، ونحاول كده ان ما كانش ابدأ اكلهم يدوي. دي الكرتون هنفتحها كده من الاربع ناحيات، تمام. طبعا هكتب عليها من فوق كده الرقم، ارقام التليفونات والاسم، او ارقام التليفونات بس مش مهم الاسم، هو يطلب الارقام اللي على الكرتونة سوا. تمام، فتحها كده من الاربع ناحيات. طبعا انا حطيت فيها القص الاولاني اهو، القص الاولاني اهو جوه، تمام، بس احط فيها القص التاني. هنا عم عبد الرحمن الاربع حمامات جوه اهو، قصين، تمام، داخل الكرتونه. طبعا هو الحمام اللحم كده عدواني، هيقعدوا يضربوا في بعض كده لحد ما يوصل. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.